الخير يا فندم. مساء الخير، كويس ان احنا نسمع صوت من بره، المصريين بره شايفين مصر ازاي؟ والله قلبنا بيتقطع طبعا على بلدنا، ولكن طبعا من حرصنا على ان احنا نقول كلمتنا لعلها تفيد. انا عاوز اوجه كلامي النهارده للشباب اللي في ميدان التحرير، عاوز كلامي كله موجه لهم، اقول لهم اللي انتوا عملتوه انجاز، واللي يقول لكم انتوا ما حققتوش حاجه او عملتوا نص ثوره ده بيبقى بيظلم لكم. اللي انتوا عملتوه اجيال على مدى اكثر من 30 40 50 سنه من ساعه ثوره 52 ما عرفتش تحققوا الانجازات اللي حصلنا عليها في الاسبوعين اللي فاتوا ما كناش نحلم بيها. ارجوكم بقى تتراجعوا وتعقلوا عشان ما تضيعوش اللي انجزتوه، لان ممكن في لحظه اللي انتوا حققتوه تضيعوه من ايديكم وتغرضوا ثورتكم بايديكم. ارجوكم لا تغرضوا ثورتكم بايديكم، اللي انتوا عملتوه ده معجزه، اللي انتوا عملتوه ثوره بمعنى الكلمه. جابت الرئيس لكم استجابه عاقله خطوه خطوه، واللي فاضل مش كتير، لكن ارجوكم ما تدمروش بقى البلد وما تستعدوش الشعب عليه. استاذ عصام، حد ليا صديق من لندن قال لي الشباب دول خلونا هنا، اللي اي حد بيقابلنا ويعرف ان احنا مصريين بيعاملنا باعتزاز وقيمه، ويقول لك الشعب شعب رائع قوي وشعب متحضر. الناس هنا فيهم قد ايه؟ لا انا سمعت الكلام ده من اكثر من حد، ان الناس بره في العالم كله مبهوره بسلوك الشعب المصري وركبت معايا بعض المشاهد. وهقول لك حاجه مش فرسكه، نعم، الناس مبهوره جدا باداره الرئيس للازمه، اول مره تسمع الحكايه. نعم، الناس بتقول لك فيري كول، الناس بتقول لك معرض لضغوط خارجية وداخلية رهيبة ولكنه يدير الأزمة بمنتهى الهدوء. يمكن أول مرة تسمع الحساب. الناس فكرة الجذب طبعا على الـ على الـ على الـ على السياسات وعلى الفساد، لا شك طبعا إن الرئيس مع احترامي وحبي وتقديري له يتحمل كامل المسؤولية، ولكن إدارته النهاردة للأزمة ومحاولته لأن يوصل المكتب لشاطئ الأمان، أنا شخصيا يعني بقول لك ان ده شيء يستحق الاعجاب والتقدير، ولابد نسانده والا هتغرق البلد فينا كلنا. يعني انا كنت لسه قبل ما اكلمك كنت بسمع الاستاذ معتز الدمرداش مع احد الشباب في الاستوديو. للاسف انا صدمت، الشاب مع احترامي له وتقديري لحماسته لكن ثقافته السياسيه ضعيفه جدا. يعني هو مش مطلوب من كل الشباب اللي خرج يبقى مثقف سياسيا يعني. بس عايز اقول لك اللي حصل ده هيخلى الشعب المصري كله مثقف سياسيا. وبين نتكلم في اللي خوفني حضرتك ان هم عرضه لثورته تتسرق منهم. ان شاء الله احنا مع بعض وايدنا في ايد بعض ما تتسرقش. شكرا استاذ عصام. في نقطه مهمه جدا، قنوات بعض القنوات اللي هي بتتغير الراي بتاعها 180 درجه. نعم، القنوات الفضائيه. ايوه، عايز بس كل الناس اللي بيشوفونا يشوف كل قناة صاحبها مين واجندته ايه. عشان نبقى فاهمين. انا دلوقتي بتكلم بالمنطق، انا